لان المشفى بحال الا محفظ بسميتنا قضاء لا ومن ثم كنقولوا بان اليوم غادي نعيش واحد العرس فيدرالي وبالفعل تبين بان اليوم عشنا عرس فيدرالي بمن دخل القاعه وبالناس اللي راهم لا ولكن بالنسبه لي لابد هذه الكلمه تكون قصيره ما غاديش نطول فيها غير ان اوجهها تحيه للاخت سلوى والاخوان في المكتب الاقليمي معها بلا ما نقولوا كل واحد واحد ولكن سلوى لابد تكرر الاسم لان ماشي سهل انا نقولها دوبوي باش تاسس مكتب نقابي في القلعه فاحنا حاولنا في واحد اللجنه الثنائيه ديال شي جوج مرات هذه وجينا هنا بقينا بحال شي حلوقين كتلقى بان باش شادين هاد الناس حنا الله عليهم ما شادينهمش بالنظام ما شادينهمش كنحلوا لهم المشاكل ما شادينهم باش شادينهم لا ما نعرفش واش هاد الحوانت واش هاد ليزوب سوسيال واش هاد المشاكل لابد هاد الشيء هو التوصيه كنقولها السيد الكاتب العام باش يبلغ جوج حوايج الان راه خصها انتفاضه لان المضايقات اللي تلقينا اليوم ما عمرنا تلقيناها الباب تسد اليوم الضوء طفى اليوم ولكن كنشكروا الاخوان في السياش اللي ديما عندهم ويطفيو الضوء ولا بغاو يطفيو وحنا دوك كنهضرو احسن من الميكروفون ديال الضوء والسلام عليكم ورحمه الله شكرا ابراهيم كلمه غنوجهها للكاتبه الاقليميه واللي كما اشار لها ونعتها الجميع لا الكاتب الوطني ولا الكاتب الجهوي والاعتراف ديال الجميع الايقونه ونسميو حنا الفراشه ديال النقابه لا سلوى جميل السلام عليكم الاخ الكاتب الوطني الاخوان اعضاء المكتب الوطني السيد الكاتب الجهاوي الاخوان الاخوات اعضاء المكتب الجهاوي الكتاب الاقليميون اعضاء المجلس الوطني الحضور الكريم المناضلين ديالنا ديال القلعه كنشكركم على المجيء ديالكم معنا اليوم الصراحه اش غنقول لكم وجدتش بزاف باسكو تيلمون كنت مشغوله الحفره اللي تحبات في الباب الضوء تقطعها فمادينمون يافي دي كونترينت ولكن انا كنقول اذا الشعب اراد الحياه فلا بد يوما ان يكون ببساطه اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر ولا بد للليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر فينكسر ومن لم يعش صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحمار إذا ما طمت إلى غايتي ركزت المنى وخلعت الحزن اللي نقدروا نقولوا ان البدايه بدات في 2015 مع الانتخابات تاع اللجان الثنائيه يعني حنا واحد التنظيم اللي هو نقدروا نقولوا جان في القلعة وباش نوصلوا لهذا المستوى الحمد لله او بو دو 5 ans راه انا كنقول باننا حنا سيغ لو بون شومان وان شاء الله غنمشيو بعيد علاش غادي نمشيو بعيد كانت واحد المجموعه ديال المعطيات وكانت واحد المجموعه ديال لي زوبستاك كيف ما كتعرفوا والاخوان هنا في لوبيتال والاخوات اللي في لوبيتال المهنيين جاو لنا كيعيشوا واحد الظروف اللي هي لا انسانيه وهذا الشيء كنعيشوه في مجموعه ديال المصالح من غير المصالح من طبيعه الحال اللي فيهم نقابه معينه يعني اي زائر يكون اكسترن الا دخل غادي يدخل غادي يلقى واحد المصالح اللي هما مجهزين ومقادين وهذو كاين واحد المصالح اللي على مارج هاد المصالح هادو اللي هما لو سيرفيس تاع لي زورجونس لو سيرفيس الماتيرنيتي اللي الناس كازين الاكوشور النيفو ديال ناسيونال اون تيرم ديال نومبر داكوشمون بالمعدل ديال 1000 اكوشمون باغ ساج فام هاد لي ساج فام ما عندهمش اون سال دو روبو دي سونت اللي يرتاحوا فيها لي لافابو مخنوقين لا ريستوراسيون ميديوكر الناس تاع لي زورجونس لي ميدسان اللي المعاناه اليوميه هاد لي زورجونس اللي هي لا فيترين دو لوبيتال
اي زائر اكسترن ولا اي واحد شاطر بالطويره هنا غادي يدخل لي سورجون غادي يلقى بان هذا السيرفيس هذا كيحشم. حنا قبل ما نكونوا نقابيين فالاف دي بي انا كنقولها وكنقولها دائما نقابه مواطنه. حنا نقابه مواطنه وبالنسبه لنا لوبيتال بهاد لي كونديسيون بهاد الشكل سي اون اونت بالنسبه لا للمواطنين ولا بالنسبه لنا حنا كمهنيين. فاش المهني يعطي فضيل النقص الحاد ديال الموارد البشريه في النقد ديال هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم حاليا في المغرب فالوبيتال يكون بهذه لي كونديسيون كيفاش هذا المهني غادي يقدر يعطي وهو المينيموم ديال لي كونديسيون ديال الشروط ديال هذا ما كاينش. فاول حاجه خاصنا نشتغلوا عليها جميعا نديروا اليد في اليد هي تحسين ظروف الاشتغال ديال الاخوان والاخوات اللي كاينين في الوبيتال. هذا الشيء ما غاديش نضمنوه لكم على بعدنا خاصنا نديروا التيافيت ديال بعضياتنا. انا لوبيتال كنعرف بان بزاف الناس كانت عندهم لانتونسيون ديال انهم يدخلوا في البيرو انهم ينخافوا ولكن كيخافوا وهذا الشيء ما غاديش نخبيو. انا كنقول بان هذا المجيء ديال اليوم هذا تحرير هذا تكون ليبيغاسيون ديال لي كور وديال لي فيلم. ولكن هذا الشيء زعما خارج من القلب ومن اعماق القلب. فالاخوان كان واحد المجموعه ديال الاشخاص اللي عبروا على انهم غيدخلوا معنا للبيرو و على ديغنيغ مينوت ايزون ديزيستي. فانا كنت كنتمنى انا ماشي كان لو سوي ديالي انهم يدخلوا للبيرو لان البيرو فينالمون هذيك مسؤوليه وهذاك التكليف قبل ما يكون زعما تشريف الاشخاص. انا كنت بغيت هما يجيو يحضروا باش يشوفوا راسهم معامل كاينين باش هما يتليفي غاول هذاك لابريمون ولا هذيك لابور ولا هذيك القيود اللي هما هي واهمين. يعني كون غير جاو كانوا غادي يشوفوا كانوا غادي يتليفي غاول. فانا كنتمنى ان هذا الميساج هذا يوصلهم ويلتقطوه وكنتمنى ان شاء الله ان هذا البيرو هذا اللي غيكون انا اللي كنقول كاين له ليدرشيب شتي باش كتكون عندك القياده كنقول ان لو بيرو غادي يمشي مزيان. ثانيا غيكون عندنا البيرو ديال الناس اللي شجعان في ديكوراجو يعني انهم رغم المضايقات ورغم كل شيء تحداو وجاو باش يدسوا لو بيرو. دونك انا عندي هاد لي زيليمون وكنقول اللي عنده هاد لي زيليمون هادو غادي يمشي للبيرو مزيان. فان شاء الله كنتمنى ان هاد المحطه وهاد الخطوه هاد النويو يمشي بعيد باش تكون ان شاء الله هاد القلعه فيدراليه وتكون قلعه ديال النضال ماشي قلعه ديال التخويف وديال الترهيب. وكنتمنى ان شاء الله ان نديرو ديزاكتيفيتي ديال التكوين وديال التعطير وديال النقابه المواطنه ديال لو دون دو سون. يعني حنا كنتمناو اننا نكونوا طرف في هذا النموذج التنموي الجديد وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.